والجي جاهزة. انطلاق موقف اعزاء الجمهور والحضور الكريم 11 من الجهات العربية الاصيلة مبتدئة تشارك على مسافة الالفا متر في الانطلاقة. فالانتيا تأخذ الصدارة والوصافة مع حمداني في الترتيب الثالث وفيكتور وفي الترتيب الرابع هناك الجواد عبيدة، وفي الترتيب الخامس نشاهد اي جي اس سرحان، في الترتيب السادس الشعر الذهبي رنانة، وانس السيابي في الترتيب السابع نشاهد الجواد رنان ماركو كازمنتو، وفي الترتيب السابع تراجع للجواد وفيكتور، والصدارة مع فالنتيا مربط المجد، والوصافة تذهب مع الجواد اي جي اس سرحان ورونان توبس ملك السيد محمد بن حمد بن خليفة العبد الله العاطية. الترتيب الثالث نشاهد الجواد رنانة سعد ربيعة سعد عجلان الكابي وأنس السيابي، تغيير للمراكز عبيدة في الوصافة، وفي الترتيب الرابع نشاهد مرجان ملك السيد سلمان فهد سلمان فطيس الهجري وصالح المري، خطوة بخطوة الجياد بشكل كتلة بشكل جميل، وعند المنعطف ما قبل الأخير فالانتيا في الصدارة والوصافة عبيدة ورنانة في الترتيب الثالث اتجاها إلى نقطة 600 متر، والصدارة لا تزال مع فالانتيا بوضع اليد وعلى التوسعة الجديدة الجياد بشكل جميل، سلسلة بقيادة الجواد فالانتيا مربط المجد وعبيدة في الوصافة ووضع اليد أيضا، والترتيب الثالث ألف ليلة تعطى الإعازات، والقادم من الجهة الخلفية محاولة لدليلك مربط إنجاز وخالد البلوشي ومحاولات لعبيدة، ولا تزال في وضع اليد عبيدة، والصدارة مع فالانتيا مربط المجد تعطى الإعازات لا تأخير، القادم عبيدة محاولات لدليلك من الجهة الخارجية، ولكن عبيدة في الصدارة الوصافة مع فالانتيا والقادم الجواد ليلك. نعم عبيدة الجواد المرشح أسد مقرن وسفيان سعدي. ونتائج الشوط الأول أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء بالمركز الأول الجواد رقم 3 عبيدة ملك السادة أم قرن والفارس سفيان سعدي والمدرب الباندي ميل، مبروك بتوقيت وقدره دقيقتان و16 ثانية و69 جزء من الثانية. في الوصافة جاء الجواد رقم 1 دليلك ملك السادة مربط إنجاز والفارس خالد البلوشي والمدرب محمد الغزالي، وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 6 فالانتيا ملك السادة مربط المجد والفارس البرتو سنة والمدرب المهندس أسامة عمر الدفع، وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 8 ألف ليلة ملك السادة مربط الشحنية والفارس توماس لوكاسك والمدرب جوليان سمارت، وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 7 اي جي اس سرحان ملك السيد محمد بن حمد بن خليفة العبد الله العطية والفارس رونان توماس والمدرب رشيد العلي. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ أعزائي الجمهور. ابقوا معنا لمشاهدة 9 8 أشواط متبقية.